في فيديو النهاردة هنفتح أول صفحة من صفحات الحياة الاجتماعية في مصر القديمة. هنتكلم عن الزواج والطلاق، الأسرة المصرية وتكوينها وأسباب فشلها، الأسرة اللي بالتأكيد كونت المجتمع المصري القديم. إمتى كان بيتم الزواج؟ وإيه هي شروطه؟ وإيه النصايح والإرشادات اللي كانت بتوجه للزوجين؟ كمان هنعرف إيه أشكال وأنواع الزواج في مصر القديمة، وهل فعلا تم زواج الإخوة؟ ايه هي طرق الزواج؟ هل كان بيتم الاشهار؟ هل في عقود وشروط؟ بعد كده هنعرف مين صاحب الحق في الطلاق وايه هي شروطه واحكامه. لو اول مره تسمعني، انا خلود الجمال، دكتوراه في الاثار المصريه. اتمنى حضرتك تدعمني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. المصري القديم كان عنده اعتقاد ان احسن حل لمشاكل المراهقه هي الزواج المبكر. الحل المثالي من وجهه نظره الاستقرار في سن صغير. بمجرد ما يتم بلوغ الشاب ويقدر يكسب قوته وينهي بعض مراحل تعليمه، كان بيتم البحث عن الفتاة اللي تصلح انها تشاركه حياته. غالبا كان الزواج بيسبقه فترة خطوبة ممكن توصل لسنة، والحقيقة هي مش اختبار للزوجين، هي اختبار لمدى توافق الأسرتين، فإما يتم الزواج أو ينتهي بتعويض. تكوين الأسرة كان مهم جدا في مصر القديمة. الترابط الاجتماعي كان أحد أساسيات قيام الحضارة. الحكيم آني أحد حكماء مصر القديمة بينصح أحد الشباب بالزواج المبكر وبيقول له: اتخذ لنفسك زوجة وأنت صغير حتى تنجب لك طفلا في شبابك، ويكون بإمكانك تربيته حتى يصبح رجلا. عندنا مثلا توت عنخ آمون تزوج في عمر 12 سنة وزوجته كانت 10 سنوات. وزي ما بيحصل لحد دلوقتي، قبل الزفاف بتبدأ النصائح، بيبدأ يقولها الأهل للزوجين وبينقلوها عن نصائح الحكماء. الحكيم بتاع حطب بيقول: إذا كنت عاقلا فأسس لنفسك دارا وأحبب زوجتك، ائتها بالطعام وزودها بالثياب وقدم لها العطور لينشرح صدرها، وإياك ومنازعتها ولا تكن فظا وغليظ القلب فباللين تملك قلبها، واعمل على رفاهيتها تدوم سعادتك. طبعا الزواج بيتم بناء على رغبة متبادلة من الطرفين. من عصر الدولة الحديثة عثر على أشعار غزل مدونة على ورق البردي ومحفوظة حاليا في متحف لندن. بيعتقد الباحثين أن في بداية الأمر عقود الزواج كانت شفهية بين كبار أفراد الأسرتين، لكن العقود المكتوبة اللي عثر عليها بترجع للعصور المتأخرة. أقدم عقد زواج عثر عليه بيرجع لعام 590 قبل الميلاد، الأسرة 26. بعض الوثائق بتذكر الصداق، وده قدر من المال بيدفعه الزوج لزوجته أو يتعهد بدفعه. كمان في دلائل بتشير إن الزواج المصري كان مرتبط ببائنة، ودي عبارة عن قدر من المال بيعطيه الأب أو ولي الأمر للزوجة بمناسبة زواجها. يعني الشواهد بتقول إن الزواج المصري القديم كان مقترن بمدفوعات مالية ومن الطرفين. عقود الزواج بتضم أكتر من 20 بند، بداية بالتاريخ، اليوم، الشهر، السنة، اسم الحاكم، ونهاية بالشهود، 16 شاهد من رجال القرية والحي. من ضمن البنود كمان بند التعويض في حالة الانفصال، وبند الممتلكات المشتركة، وبند الممتلكات الوالدين، وبند المعيشة. أحد العقود مثلا بيذكر: سأعطيك من النبيز والفضة والزيت ما يكفي لطعامك وشرابك كل عام، وإذا تركتك سأعطيك 50 قطعة من الفضة، وإذا اتخذت لك درة أعطيك 100 قطعة من الفضة. تعدد الزوجات ما كانش أمر منتشر بين المصريين القدماء، لكن الرجل المقتدر مادياً كان ليه يضم عدد من الجواري. الملك برضو بجانب زوجته الشرعية كان ليه زوجات سنويات. الملك خوفو مثلاً تزوج بأكثر من زوجة. أمون حطب الثالث بجانب زوجته الملكة تي اتجوز من دولة بابل وأشور وميتاني. رمسيس الثاني بجانب نيفرتاري اتجوز بنت ملك الحيسيين. التعدد كمان كان مباح لغير الملوك. الأمير مريكا راع من الأسرة الستة اتصور في النقوش محاط بست سيدات. نقدر نقول إن تعدد الزوجات كان مباح، لكن الظروف الاقتصادية حصرته بين النبلاء والملوك. الزوجة الشرعية كان بيطلق عليها اسم مريت، يعني الحبيبة أو نبت بر، سيدة المنزل. كمان الزوج والزوجة بينادوا لبعضهم أخي وأختي. علشان كده بعض كتاب الإغريق وتبعهم بعض المؤرخين إن زواج الإخوة كان شائع في مصر القديم، والحقيقة إن كان في حالات قليلة وخاصة في العيلة الملكية.
طبعا كان في زواج في العيلة الملكية بين الأخ وأخته، وده عشان وراثة العرش في مصر القديمة كان يهمهم إنها تكون كلها من نسل الملوك. لو هنتكلم عن الفوارق الطبقية، في حالات كتير ما كانتش عائق للزواج. شفنا الملك أمنحتب الثالث بيتزوج من الملكة تي، وكانت بنت من عامة الشعب، لكن المصري القديم كان بيرفض بشكل قاطع إن البنت المصرية تتزوج برجل أجنبي حتى ولو كان من الملوك، رغم إن الملوك تزوجوا من نساء أجنبيات. في رسائل تالي العمرنة، الملك البابلي طلب من الملك أخناتون إنه يتزوج أميرة مصرية، لكن الملك وقتها واجه رسالته باحتقار شديد وقال له لم يسبق أن أرسلت أميرة مصرية لأي إنسان. ولما رجع الملك البابلي يطلب يتزوج أي امرأة مصرية، برضو أخناتون رفض رفض شديد. كل ده رغم أن مصر القديمة كان موجود فيها الزواج السياسي. الملك مثلا كان بيتزوج سيدة من البيت الملكي السابق عشان يثبت أحقيته في توالي العرش، وأحيانا بيتزوج أميرات أجنبية برضو عشان بيرغب في تدعيم حكمه. في الأسرة السادسة، الملك بيبي الأول لجأ لمصاهرة أحد العائلات القوية في الصعيد تدعيم حكمه، وفي الأسرة 18 تحتمس الثالث عشان يقوي علاقته بدولة ميتان تزوج بنت الملك الميتاني. كمان من أنواع عقود الزواج اللي عسر عليها عقود زواج موقوفة أو مؤقتة، مشروطة يعني ببداية ونهاية، مثلا 9 شهور. صيغة الزواج كانت محيرة للعلماء. البعض فسر ده إن الرجل انتقل للعمل والتجارة وهيستمر فترة في مكان ما، لكن ما كانش زواج للمتعة والتجربة. المرأة في مصر القديمة كان زيها زي الرجل، ليها الحق الكامل في طلب الطلاق. أسباب الطلاق كتير، لكن ممكن نذكر منها الرغبة في الذرية، الخيانة، أو سوء المعاملة. كان بيشهد على العقد 4 شهود بس، على عكس عقد الزواج اللي بيشهد عليه 16 شاهد. في حالة حدوث الطلاق بإرادة الزوج وبدون ذنب للزوجة، بيتم أخذ مجموعة الأموال والمنقولات اللي الزوج أقرها في عقد الزواج، بالإضافة لتلت اللي كسبه الزوج خلال فترة الزواج. وعلى العكس لو كان برغبة الزوجة، مش بتاخد قيمة المنقولات أو المال اللي في عقد الزواج، ولو ثبت ارتكابها لخطيئة كبرى بتتحرم تماما من كل شيء، إلى جانب أنها بتعاقب جنائيا. في النهاية، مناظر العائلة المصرية على جدران المقابر والمعابد والتماثيل بتدل على الإخلاص والوفاء والترابط العائلي بين الزوجين وأولادهم. الفنان المصري القديم حرص على أنه يمثلهم ككيان واحد مترابط. الحكيم آني بيقول: لا تمثل دور الرئيس مع زوجتك، ولا تقصو عليها إن أدركت صلاحها.